مرحبا. الفتة من أكلات المفضلة عند كتار منا، وخصوصي إنها بتتحضر بكذا طريقة وبتناسب كل الأذواق. بهيدا الفيديو رح نتعرف سوا على عمل طريقة فتة الدجاج يلي كتير خفيفة على المعدة وبذات الوقت كتير طيبة. لنحضر هيدي الوصفة لـ8 أشخاص، أول شي بدنا نقطع 4 ترخفة خبز لمربعات بواسطة السكين، منحطهم بقلب صينية ومنفوتهم على الفرن لحتى يتحمصوا ويصير لونهم ذهبي. بطنجرة ضغط كليبسو بريسيجن من تيفال بدنا نحط 1.5 كيلوغرام من الدجاج الكامل المقطع، ونحط 6 أكواب من المي. نترك المزيج لحتى يغلي ومنشيل الزفرة على الوجه بس تيبين. بعد ما تكون غليت المي وقمنا الزفرة عن الوجه، منضيف بصلة صغيرة، 4 مكعبات من مرق الدجاج وعودين قرفة، ومنضغط الطنجرة لمدة 20 دقيقة. بعد ما يكون خلص وقت الطبخ، منشيل الدجاج من المرق ومنحتفظ بالمرق على جنب. نرجع منفتفت الدجاج ومنشيل عنه العظام والجلد ومنتركهم على جنب. أما بالنسبة للرز، أول شي بطنجرة بدنا نحمي 2 معالق كبار من الزيت النباتي، ومنرجع منضيف 300 جرام من اللحم المفرومة، وبدنا ننكهها بمعلقة صغيرة من قرفة المطحونة، نص معلقة صغيرة من فلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون. بعد ما تنضج اللحمة، منضيف 2 كوب من رز البسمتي مع 3 أكواب من مرق الدجاج. منغطي الطنجرة ومنتركهم لمدة 10 دقايق لحتى ينضج الرز. لنحضر اللبن الزبادي، نحن بحاجة لـ3 أكواب من اللبن، وبدنا نحط فوقهم 4 فصوص من الثوم المهروسين. لتسهلي عملية هرس الثوم، بنصحك تضيفي رشة من الملح قبل ما تبلشي تهرسيهم. نخلط وبنرجع منضيف 3 معالق كبار من الطحينة. ومنخلط منيح لحتى تتجانس المكونات، ومنترك المزيج على جنب. بطبق التقديم منحط الخبز المحمص، ومنسكب فوقه شوي من مرق الدجاج المتبقي. وفوق الخبز منسكب الرز. نسكب فوقه الدجاج، ونرجع منحط مزيج اللبن، وآخر شي منزين الطبق بربع كوب من فستق الحلبة المحمص، ربع كوب من الصنوبر المحمص، وربع كوب من اللوز المحمص. فيك تحمص المكسرات يا بالزيت النباتي أو بالزبدة. بتقدم الطبق هو وسخن. إذا عجبتك هيدي الوصفة، تابعيني ببقية الفيديوهات لوصفات ولا أشهى، وبتمنى لك إفطار شهي.